شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف حضروا الورقة والقلم، حلوا فزورات اليوم. 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم، وبالجائزة الحلوة نهنيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، فزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف سلام عليكم. وعليكم السلام. عطيني قهوة. ها والله. وعطيني شاهي. اي شاء الله. وعطيني طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. عطينا شاهي. اي شاء الله. عطينا طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. عطينا شاهي. اي شاء الله. وعطينا طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. عطينا شاهي. اي شاء الله. وعطينا طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. وعطينا شاهي. اي شاء الله. عطينا طحين وشوية بزار. روحوا ابوي هناك عند البشكار. رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا. رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا. رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا. رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا. عجب يمكن مشغول في مسافر خانة. في مسافر خانة. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف لو انت مو جاي انك داخل، مو جاي بالنار، تقاطعنا في الكلام مع العرب، مو باغي مني. ترى انا قلت حال العرب سمحوا لي، وانت لازم تعرف يا شايب خلف ان انا جاي اتحاسب معك. تحاسبني بالغوازي؟ ايه بالغوازي. ترى برقم القهوة خلص. قلت اي استوي انام وما يصير حد شايب خلف احاسبه؟ ما يصير ما يجوز. والله انك اصيل. ما يجي ينوم ما يجي ينوم ابدا. اصيل اصيل كذاك ابغاك. عجب خلف نصير الدكان تحاسب في الدكان. خلف هلا يلا. تراني اليوم اشتاق ابوي واختي موزه واجد واجد. ابوي عاد اختي تشتاقيهم توش جايه. تراني حلمانتنهم البارحه، وبعدين ودفتها فطوم قامت تتقلى طول الليل وما خلتني انام. ابوي كان سير على فطوم، فطوم اختي وانا اعرفها طول النهار، حتى نهار يا يوم تغفر. وابوي تعزم ايش تتقلى. ابوي انت انسانيه ما درياني بالدنيا البر. ابوي انا ضاريه عليها ضاريه. زين يوم عمتي تصير دامها في البيت هم ما قالها؟ يا ابوي انت تبغي توديها الزين؟ هي عجبني ما قصرت عشانها ما بتجلس بين مكان واحد. ابوي دي فطوم انا اعرفها.
ما لها فطوم اسمعكم اليوم صريوها مو سويت فيكم بعيد الشر قمتي عاد الغفاي عندي قمت قبل سيري غسلي وجهك خلاص تعرف تكلمي انا بسير اغسل وجهي لكن انتم قاعدين تتكلموا على الناس من الصبح يا الله ابوي ملسونه ملسونه انت الله اكبر على ذلسان تو انا اجي اقصها يلا قومي يلا سيري غسلي وجهك ما تصير ما تصيري مو ابوي يسوون صبري معي انقبالك يلا يلا غيب انتم غيبنا احنا ما عليك خلي تجي ما انا اخبرها عليك انزين غالبني بالشهادة ما قبلك الو بطلن الباب حقك والشمس لا اله الا الله وذا الكناير مو عندي انا يوم انت اللهيات هم فطوم تبطل الباب حمتني الشمس واهيب ابوي فطوم جاتنا شوية هنا تعطوا وصارت ما شفين ما عارفين صارت مو نو بلا شي انتي من تسقط هاي الاكل زي يا بنتي وحدي وحدي انبي وحبتين كونين وشوية ايدين ومرهم وصيات اني بيقاراتي قالت لي يوم تصير بيت الدخترية جيبينا شوية دويات باللقل ما يقدرني وصلن هن مسيكة وبعدين بحيث اني انا افهم هذا الشيء صاني جبته اقول بنتي اخوش يوسف يوم خرج كل شيء في بطنه ابوي ماكل ما عرف فين صار بسرعة مرة اليوم معلم مو فيه يا الله تنعاني خرج على ضواري ببطنه مرة هذا الشغل ما مخلنا ياكل روقة منهقلنا اقول ما بس اسوي لي شروقه شويه ما ابغى شيء ما ابغى شربت لي شويه شوربه من الدخترية بس اسوي لي تشد شاي ان شاء الله ما شاء الله يا هلا اللي تعبانه انت روحي عن الشتاء يا بس اسوي شاي حال امي ان شاء الله زين تو الواصل عندي ربيه واحده باقي عليك نص ربيه نص ربيه مالمو ما خبرتك ان انا بايع 3 ربيات ونص زين انزين يلا حسب شوف كم ترى النص حالي والنص حالك كيف كذا احنا ما متفقين كذاك شايب خلف متفقين ان الثلثين حالي والثلث حالك انزين تو باقي عيل عشان النص ربيه نقسمها بالنص ربع حالك وربع لا وين نقسمها بالنص تعال حسب شوف كم انا بايع بعد ما نكب القهوه ما خصني يوم روحك متراهن نكب عليك القهوه ما خصني انا ما متراهن من اسمها هذاك من اسمها خماس ترفعني ونكب القهوه كلها وما بعت الا 3 ربيات هذاك اللي عندك ونص ربيه كنت اول ما بعطيك اياها لكن اعطيتك اياها سهنيت شيخ عنك انت خل عنك احنا شوف الغماط هاي ما ابن الغماط انا ابن الانسان الملتزم الواجب فلوس بشيبهن والاصول بعد مني يا شايب خلف انت الحين جالس تضاربني انا على نص ربيه ان انت الانسان الكريم الانسان الطيب الانسان اللي اسمك في الحارم يعني ما حد ما يعرفك يعني جاي تحاسبني على نص ربيه معقوله يا شايب خلف اسمعني انا ما حاسبك على نص ربيه لكن انسان يتنادر عن حقه حرام ما يجوز هو صح يا شايب آه آه آه. لكن تعرف نوب انا ترى وراي حد هناك ما علي منك ما علي منك زين انا عندي اقتراح هيك هنا النص الربيه هذه نقسمها بالنص ربع ربية حالك وربع ربية حالي ايش قلت ما يهمني لكن اسمع مني عاد هذه تقول لي عندك مال عندك قواد وعند هيش انا لو اتنازل عن الربع ربية ونص ربية ما سويت شيء ايه عارفك ترى عارفك شاب خلف ها ايش راك في واحد مو ساكنين عندنا ما راضي يدفع قوازي ما راضي قاعد تقفل بدوكم جالس ياكل دوكم تح افكر ما راضي يدفع قوازي من هنا من هين واحد من ابو ستة ساكن عندنا ما مدمن زين 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 سير خليجي سير خليجي سير خليجي سنع خليجي نعمه راضي على ما يفهمك ذاك يوم تكلم عن تور على راضي يدفع قوازي وين ما راضي انا وبعدني عجب زين كدينا ابوي لا هذا ما كلام هذا سير شوف يخلق سير يا رجال انا انسان معروف في بلادي وكل الناس يعرفوني مو فيكم تو انتم كذاك معروف ما معروف نحن مو خصنا لازم تدفع عليك المبيت لازم وقواديك القوادي اللي عليك لازم تدفعين كلهن انا تو ما قلت ما بدفعن بس انتم خلونا نسير بلادي منك برسلهن عقب سير عشنا كدانا هاوي هاي انت تاكل انت وتشكل انت ونحن نخسر حمو أبوي. لا ابوي بقواجي قبلي بالقواجي خلاص روح لا هذا ما حاله دي لا حاله نعم وبعد في ماذا يقول ويرد الغول يخاف من الحبل وانت كما قوايدين ناس سووا ابوي انا ما اسوي ما قلت شيء حاضر بس صبر 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 مو لك صبر انتوا باغين تضاربوا اما انا وحدي بروح ثمان الا ايه وبعد عليك انت 15 ربيه 15 ربيه ما شويه كيف 15 نعم 15
يا رب. هذا أستاذ حمدان ربية ولا يشتغل وانت 15 ربية ولا وبعد اليوم يطعر دال وخمس رخال يا وسمك متجعر معنا متجعر. أخوي فضول أنا تو بدفع الفلوس برسلهم من أروح البلاد برسلهم مع الدروي اللي جيونا. لا 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 لا, لا, لا ماشي ما نأمن غوازي قبل غوازي ما نأمن. زين بحط لكم رهينة باي رهينة ويا رهينة قدم كبرك ما نبغى رهينة نحن لا بغالك. إله إلا الله مو هذا تو فضول مو هناك مو من فضلك كلمة شوية كلمة ترى أنا بغى أسير الموتر بعد ما حصل موتر ما نتأخر هنا مو كيف أروح بتأخر أسبوع مرة ثانية هنا وبدفع الغوازي برسله شوف ما أسوي أمر لله عمي خلف أقول ما دام كذاب نوبة غاوزين لكن عاد بشرط مو شرط اشرط شرطي ان تعطيني عنوانك واسم بلادك موافق عليكم السلام ابوي مرحبا شايف حمدان نعم ابوي هي صاير صاير عند دكان خلف عندك كان خلف؟ هنا. لا تصير حال مو خير إن شاء الله حريقة هيل صابر دكان شاب خلف محترق أولا بعدني صابر الدكان صاحب يحترق وتقبلني محترق أنت صابر أنت صبر الدكان محترق يوم احترق الدكان الثور مال شاب خلف بطل وركض ورا البقعة عقب القصر على الكوخة كوخ حموه الدكان مياه يحترق ودري صدق المساكين صدق يا بنتي بتومة صريت نحارش الغوازي وعني بين حتن علي زين جيبي فيه ثوم وصبار ولا تخلي حد يضحك عليه في السوق بتشوفي كما ضحكوا عليها وخذوا الفلوس عنها وخلوها تقصيح ما عليش سيري هي حسبيني كماش انتي لا لا هي يهودة رفتوم سمعيني زين تراني سمعتش اذا ما لقيتي عندك كان حبيب سير عندك كان حمدان زين بنتي وحمود سير دكان حمدان ما تسير دكان باخلف يا بنتي دكان باخلف يقولوا ذا السامان بنتو باغيهم ما عنده خبرني عن تور ولو عندك نظمين البستين من كذاك امس لا يوم انا ماشية شفت مع شيخة قاسة تمشي شيخة وابوي سايرة السوق سايرة السوق ما عرفت سايرة السوق ما حيدة حيدة ذيك متفنعة وقاسة في بيتها لا تسير سوق ولا سوق طح. المهم انا اسير ولا لا سير ابوي بسرعه هيا حامي سيري ذاكر لعبين ما بيقولنا خير ان شاء الله شايف خلف خير ان شاء الله مو مستوى عندك مو صاير خير ان شاء الله مالك حمدان فزعتنا مالك ابويك يجي علامك مستجين ولا ايش فيه يقول حريقه هني مسوي حريقه خير ان شاء الله كف الله الشر هي الحريقه هني يا ولد دكانك ولد شوف 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 حريقه هني حريقه هي الحريقه حمد الله يهداك ماشي حريقه ابوي علامك ذاك حريقه يا رامش عمرك من قالك حريقه من اللي قالك يا ابوي قالوا لي حريقه ومن قالك هاي من من بعد غير سالم المقهوي الله يجاز ابليس واسمين قص علي النذل لا اله الا الله ابوي مو تبغى له هذاك كذاب عود هذاك ما صدق عمره بحياته مو تبغى له هذا روح مغامط النعاد بعد قص عليك الدم متى بس متى عاد متى بيود ارتبعه هذا متى بيود هذا ابوي انا عارفه حق المعرفه هذا انسان كذاب عود جاي يركض من هنا وتعذرت اربع مرات وطحت وجاي يركض ما قدرت بغيت اروح اجيب داس ولا شيء ما حصلت وقيت اركض وقال لك حريقه في الدكان اي والله قال لي حريقه في الدكان شايف لا الله ولا فال الله ولا فال لا اله الا الله لا اله الا الله شريقه بديك يا سالوم بيتك بديك ان شاء الله بتقيه ان شاء الله بتقيه في دكاني ما نقل غير في دكاني فوالي محروز ابوي محروز ما تهون علينا يا شايب خلف ما تهون خليك شك شايب خلف فوادي دق قلت انا بحترق بعد بحترق انا يلا انا بالي الدكان ما هم منك الدكان اخبرك نوب دكان اخبرك هاي ما يود رطبه ما يود رطبه نعم اكتمله فيه الاوصاف يحقد على الناس ويواشى على الناس يا رب وكذاب ويضحك على الناس هاي دواء حريقه هاي حد يحرقه هاي صدقك نعم دواء حريقه الانسان بوكما كذاب هاي دواء يحرق
اسمي هاي هاي فتنة للناس فتنة ما رجال ما رجال نعم هاي فتنة عليك انت توحد لا اله الا الله لا اله الا الله اسمي لو احترق دكاني ويا شيء والله صابه شيء ما حد غيره هو بتهمه هو انت ما يهمك ما يهم بس خلنا اشوف انا في شيء من السكيك اذا ما رنيت بهالمقشع كان ما يكون حمدان قبل شويه كان يحيد جاي يحاسبني وقامطني بعد ربع ربي وقلت خليه يغيب يمشي عني ما يجوز ما علي ايش سوى ما يجوز عن طلعه ما يجوز لكن مو اسوي رحمته قال ظهري من كسر ودور لي شغل حمدان دور لي شغل وجبت ولا ما يستاهل نعم ما يستاهل من شاشه خلاص تفضل يلا خذ لك من قال لك فاضل نحن جالس نتكلم ساعة وتقول فاضل اها وتطري فاضل بكلمة فهمت؟ يا ابوي الحمد لله على السلامة الله يسلمك الحمد لله يوم ما استوى شيء وطلع كذاب انا ابوي بقوم اسير عاد عنك زين؟ زين بقوم اسير ما تبغى تقرب القدو؟ لا ما ب... لكن اقول انتر انا بسألك سؤال واحد صغير هالكبر عشر عشر زين جاوبه جاوبه فاضل خليك جاوبني عدور عدور قدامك صار قدامك قال مو يوم شيخ حرمتي تجي تشتري اغراض من عندك وسامان ادخلها ماشي مخلص مو تو هذا الفلق كبير واجد واجد نعمو فلق كبير فلق يعود ويسقوا من النخيل والمزارع ولو لا يستقون منه بعد ومو يسمى يسمون هذا الفلق يسمونه فلق الوادي وبعد هناك فلاية وايد ما بس هذا الفلق في فلاية عندك في مثلا في فلق يسموه سوق الامام وفلق يسموه الحميضة بس الفلاية الا الاثنين تراها ميتات ما يجرن يا هالفلقين ميتات نعمو بس فلق الوافي هو ال... هو اللي يري وزين ايش مشهورة بعد يعني مثل صناعة شيء اكل كذاك يعني وش تقصد وش تقصد ما فهمت لك بعدني تراك وضح وضح اقصد يعني صناعة شيء يعني مثلا يصنعوا ذهب خناقر مثلا يزرعوا طماطة بطيخ كل شيء هذا فيه صناعات شيء نعمو نصنع السياح هذول السوحات تعرف السح مال شعر ايوه عرفت شعر مال شعر وداعد نعم اعرف فين اعرف نسوي هناك في البلاد مال شعر مال بوش وتزرعوا شيء نعم نزرع في زراعه وايد عندنا مو تزرعوا عندنا نخيل ونزرع طماط وبطيخ ويح واكثر ما تشتر فيه ولايتنا ترى هو اليح يسوي وايد عندنا القح نعمو السنه القادمه ان شاء الله تجيب لي قح ولا يهمك راعي سامح اذا ما يجيب لك انت جيب لمن لا يهمك حاضر إنزين مو غير بعد مشهورة يعني فيها مثل الجبال حصون قلاع كذا الله الله في حصون نعمو في حصن عندنا واحد مشهور حصن كبير يسمونه حصن الكليل حصن الكليل لعب حصن الكليل إنزين فيها جبال يعني مثل هنا فيها ما فيها جبال في جبال جبال يوم تجي من 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 أول ولاية تشوف هذا الجبل الجبل يسمونه يلقبون الجبل قهوان يسموه جبل قهوان قهوان ولا قهوان هو قهوان 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 هو قهوان نعم يعني مثل الجبال اللي تشوفها هنا لا لا ما كمل الجبال اللي تشوفها هنا هذيك جبال كلها رمليه شي بحر هناك شي بحر عندنا بحر عم تسبحوا تو ابغى نيجي دو كيف يوم يجي حي عندي في الدكان يبغى يشتري اغراض تقول لهم ماشي في الدكان مخلص حمود تقول لهم كذاب ابوي انا ما قلت شيء ما قلت شيء انا ومين يقول ما قلت شيء عجب الناس يجي يكذبوا ها اسمعني يوم حكيت اسمعني لا تشغل عمرك بالاغراض اسمعني انت شوي علي اقول لك ايش بتقول ايش بتقول انا ما قلت شيء واحد ما قلت شيء كيف ما قلت شيء تو بوجهوا هني يكذبوا عجب بيوم يوسف تكذب حمدان وزوجته شيخه يكذبوا سالوم وفاضول كذبوا ها قول لي مو من يكذب منهم كيف تقول لهم ماشي والدنيا مستروسه اغراض كل شيء موجود حمود حمود لا اله الا الله لا اله الا الله عذبني هذا ابوي اقول لك انا افضل انا ما اكذب انا ما حد خلي حد يجي سالو انت حد حجاب خبرك عني والله تو بيجي لازم حد بيجي منهم لازم وان ما صدق دواك عندي اعرف دواك ما سوى شيء قص هيداني خير ان شاء الله مالكم خلف علامك يا اخوي صوتك واصل للباب الكبير خير ان شاء الله هذا هاشكلني يا حمدان يا اخوي هذا اللي هاشكلني مصدعني معذبني بحياتي من هو ذا ما حد غيره هذا هذا حمدان انا قلت شيء سالو يا الله يا الله تعبت منه هالوليد خير ان شاء الله خير ان شاء الله عن مو باغني يسالني عن حمدان نعم لو ما صحيح انه يوم يجي حد يبغى يشيل شيء من الدكان لا
ما يقول لهم ان الاغراض مقوضات وكل شيء ماشي في الدكان؟ ما ينعجهم يقول لهم ماشي شيء؟ ما يا اخوي يا خلف حق ولا غيره. اه يقول؟ شفت شفته؟ نعم يقول؟ يقول كذاب؟ اي نعم. يلا خلنا وانا وحدي سامع عنه وحدي. اه انا ما قلت كلاك لكن يلفقوا علي ما قلت كلاك. بعد فيك بدك تتكلم بعد فيك بدك تتكلم. بس انت يا عنتر هذيك اليوم جالسين ذيلاك اللوادم هناك انت ما قلت لهم كذا؟ ما حرام عليك تشهد على 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 هنخريق بالضلال؟ يلا يلا هذا انت تاكلني عنده هذا؟ يلا خذ لك. اي نعم هذا كذاك يسوي حد؟ لا عشان تو انا ما ناوي يفقرني؟ ما يجوز ما يجوز. يبقى من احد يجي يشتري؟ نعم. يقول لهم ماشي اغراض ما يجي من هنا. لا 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 ما زين. منمنني على دكاني؟ ما زين. منمنني على دكاني؟ ومنمنني على اغراضي؟ صدقك صدقك. ويقول ما شيء؟ الله الله فيك. انا ابوي اسوي فيه. اقول خلف يا اخوي اقول. فاضل هو هذا على عين راسي فاضل. ايه والنعم والنعم هذا هو يوم جاني قول ربي وبعد شيء واحد اقول انها يا فاضل بعد زيشين سوالي بلي يوم جابي الحصن. افا عليك يا اخويا يا خلف افا عليك. جاهل لا تاخذ علي رجال فقير مسكين. لكن انت 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 يا عنترو انت ما تجوز عن سوالفك ما تجوز. كلكم ضدي كلكم انت حتى فاضل كلنا من فاضل ما منك انت. بس فاضل ما يسوي كذاك فاضل. ماشي بد الا اقص من معاشك. ماشي بد. لا الله الله سامحه المره ما يسمعها ما يك خلي اسمعها. خليتوا اما معاش خليتوا منا شيء كل يوم تقصوا ان شاء الله ما تبقي حتى ربي مني ما تبقي الا منك ما دام هاي اموره ربي ما بتجي معاشك ربي. لا يا ابوي يا ابوي حي كان كفو يا خلي الله الله حي وانت عادي عند لا سوى مره ثانيه كذا زين والله العظيم لو ما رحمه واقول انسان فقير اعرفك يبغى يشتغل رزق الله كان سويت بفعل ما يسويه بني ادم يا اخويا رجال فقير الله الله في سامح انسان انت شوف بالله عليك يا حمدان يا اخوي حد يجي يشتري اغراض يبغى سامان يبغى شيء يقول لهم ماشي ترى باغي يفتك الرجال باغي يفتك يقول يا بشير بركض الواحد بقى يفتك كامل حلالي واحد يحرس عليه حلالي انا ما ابغى اخسر هاي الاغراض سامان هاي ابيع منها ترزق الله هو كيف بيحصل غوازي كيف بيحصل معاش كيف بلبس ثياب الحين جاي العيد يبغى له دكداشه يبغى له كرده يبغى له عيد يبغى له وزاره يعطيك هندله يعطيك هندله يبغى له عيد اقول فقير مجنينه فقير وبعد متجمد ما بدنا يعني بعد يعني كيف نعمته ولا قمته واستهدى بالله فقير وتشرط يلا انت عاد يلا قم اطلع قم اطلع من قدام خلاص ابغى اسبك بالتي قم اطفر قم اطفر ولا بتصير ولا بجيب عني في الدكان ولا جاي مرات وغير اذا كلكم سير سير شوف الله عليك انت يا حمدان شوف هذه امور ايش في ايش في عنتر وانت بعد نوبه مو جايبنا مو جايبنا ورا بشتق جاي نتحاسب تحاسب توها يا حساب ما بحساب ما بحساب اقول خلف ها انا اقوم اسير عنك البيت استريح يا حمدان ما عليك من هذا الحين بيصير خليه يسير خليه يمكن عنده شغل ولا بغى يتغدى الرجال لازم يجلس شاب خلي ما لازم صدقه صدقه بغى يتغدى بعدين اخاف احسد بعض الناس بالغواز يبغوا يجيبوها مو قصدك قصدي ثمان الله شايف خلاص ثمان الله استريح يا حمدان احسن طال عمرك احسن بس لا حول ثمان الله ابوي زي كذاك عاد زي مو سويت بانا انت خليت الرجال يمشي وحده باغي يمشي انا قلت له شيء تكلم شيء انا جاي نتحاسب نحن وياك انا ما تحاسب حياك الله ما تبغى تحاسب انا بروح ما نبغى حساب ابوي احسن وجه حنان وجه كنت يا غمان لا في مال لا يلا مع السلامه غيب ابوي من يباك انت ترى خليت ربيع يمشي عني وابوي بيكون دي شيخة من غير هذه رعت السوالف جاتنا عاد وبعد شواخ فاسير افتح الباب لا مهر مكهر الباب خلي تحت الخرف الشمس اقول ما يفتح له الباب عمو ما تقوم انت ما تقوم هي على عينها ما في شوف اللعينة هاي رب عزوينه تقومي ولا هم يخفت لي جاتنا على السوالف رعت شيخة فرحان ليك يا مكوة تليف مشكل كني انا محتاجة لها وابوي شيخه جيتي ماما سيري عنك نسيري ماما مالك حرمه اسمي شني معلم كيف لازم البر كان احلاك انت لك نعم اديني مديني تعيت مو اسوي قولي لي عن مو لا
خلصي ابوي بنتي فتحت لي الباب وخطفتنا وهو ما سمعتك ولا سمت علي ولا شيء. ابوي من اللي على اولاد اسمنك عايت نهقلت له قلوبي اهتلكت معاهم واسوي بما يصرخوا لي كلامي. نعم انا لو عنش اضربهم ضرب ولا خاصني، لكن انت وحدش ابوي ما اعطيتنا من طاله وحدش منش وحدش. ابوي ما شاف فايده لا عين حاره ولا ضرب، اضربهم وعين حاره اعطيهم واسوي اقلع لهم عينهم. يعني ما علي بنت الحلال، انا ما اقول تقلعينهم عينهم، اقول يعني تضربيهم شويه تصلبي لهم عظمان. ابوي ما اولاد عندش؟ ابوي حوزي مره من يجي مره يجيها الخطيب يضرب لها الباب ولقها بياكل، ما ابغى اشوفها تعايت. نعم اني تعبت منها. كيوم انا قلت لك قبل ما سمعتي لي كلامي، سمعتي كلام الشايب خلف؟ نعم ما له كلام الشايب خلف، كلام الشايب خلف يسمع ابوي الكبير والصغير. نعم سمعي كان ما سامعه. يسمع الكبير والصغير؟ ادري ابوي عندي خبر. ابوي الشايب خلف يبغى مصلحتنا احنا، وليش شوف انتي مصلحتكم؟ هه الشايب خلف ابوي يبغاش من كذا. من قال ذا الكلام؟ عندها اليوم شيخ اخبار وعلوم مو ناس مو نسقش. شايب خلف ينزل؟ لا مو قصدي شام، مو قصدي. لا ما قصدي شيء، قصدي ان الشايب خلف بغنش. ومن قال ذا الكلام؟ ابي ¡Gracias!
شايب خلف وحدي ما عاد فيخ من ذا الاولاد مو عيب. ها اشوفك هنا متى تصير؟ سكت فاضول سكت ولدي ولدي فاضول ولدك؟ ولدي خير ان شاء الله مو في؟ طلع وما اعرف وين صار ما اعرف. ما اعرف هي ما تحيده ما سالت عنه هنا ودورت المكان من المكانات؟ سكت سالت عنه كل مكان وما خليته ابدا. صرت مدبغة؟ ما خليت مكان ما صرت اقول مدبغة صرت؟ صرت وصرت حار دلالين ميابين كل مين؟ مكان صرت وكل حارة صرت وسألت عنه وما حصلته. طيب هذا لا حول ولا قوة. هذا بيغيب ما أعرف فين يصير. أقول شيء؟ نعم أنا بسير السوق وإذا حصلت هناك بجيب لك إياه. والله رأيك زين تفضل. زين؟ حاضر أنا سايق. زين ها فضل الرجال ذهب ومو ذهب ذهب الحلال بس الولده ولده غايب ما اعرف وين كيف ما تعرف وين رايح كيف ما تعرف وين رايح ما اعرف ما حيد ترى ما حيد اول مره جاي هذا اول مره لا اله الا الله عقب ابوي قم سير دوره صار لي ثلاث ساعات وانا ادوره والله العظيم تعبت وريقي نشف زين تسير دوره سير دوره بسرعه صاني مستعجل مره وانتظرك حيت شايب خلف اي يلا قول لك ذاك تعال اقول لك ها ها الرجال ترى حرصك هو هناك ترى انا حرصه دكان شايب خلف مو بعد انت نوب انت تصير شوف ولده وين صوب غايب وتعالوا اقول خلي عم دوري يدور من هذه السكه اللي زين اخبره اخبره ارجوك يلا تمام لا تعبان ترى انت زين زين مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف الحال؟ حياكم مرتاحين؟ الحمد لله الله يعافيك. هو مالان؟ ها ايش اخبارك؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله اخبارك انت ايش مع القهوة؟ والله هذا مثل ما تشوف ادور بمناقيني في السكة 24 ساعة. مثل ما نشوف عجب غنى منه صدقة امرك امرك اغنى لكم اغنى بس على حساب من؟ كيف على حساب من؟ على حسابك شيء؟ هي والله على حسابي انا؟ عجب كديت انا اذا قمت اطعركم انتو قهوة كيف ما تخسر اذا كبيت فنجان فنجاني؟ خسران ويخسرك كيف ما اخسر الشايب خلف يحاسبنا على بيسه بيسه ولو عاد انتو ما تشربوا كل واحد شرب له 20 فنجان لا انا اشرب 3 فناجي وانا اشرب 9 9 ايه شايب خلف من كذاك انت عقلك خفيف يلا خذ لك من عقله خفيف مالان من ايش دو؟ ايه لو عقله خفيف وجالس في الظله ومرتاح واللي جالس يدور طول النهار وصقع الشمس في الراس تبغى الحق؟ بودور في الشمس نهاريه عجب يا قبالي انزين ما عليه سواء عقلي خفيف ولا ما عقلي خفيف القهوه ما قايمين نشوفوها يلا خذ لك انزين انا اعرف الحين مو نبغى نتراها ما فيها هي سر 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 صدقه صدقه انا اقول فيها؟ ما فيها انا اقول ما فيه كان فيه يلا كان يستانس غني منه كان يقول فيه انا اقول ما اقدر ونوب انا اقول ما اقدر ليه؟ نوب انا اقول ما اقدر اغنم قهوه ما فيها هيل ترى فيها هي لكن ما اقدر اغنم ما فيها اتبغى القهوه اعطوني غوازي يلا ماشي غوازي ماشي غوازي عجب ماشي قهوه ابوي من اشرب القهوه برخ ما نبغي انا بعد اشربها براسي بحول اقول لك انت ولا صدق انها غاويه غنم في الجامعه شوف ها غنم تقول صدق خلنا نضعها وقت واحد اه بيبين منك تو بيبي تضحكوا علي تضحكوا علي عشان اعطيكم قهوه كيفك والله كيف برايك وما تبغى ذوق قهوتك ما علينا ما اقول ما ذوق قهوتي اقول هات غوازي واعطيكم قهوه ماش عندنا غوازي قبل خلنا نجرب واذا استوى سمعت مني غايه ضقنا 3 فيها 4 ناجين منها ايه الشعب نعطيك ما 3 4 9 9 9 اقول اقول ابوي احسن لي اسير اترزق اقوم اروح من هنا سير تجلس انت حاشر نعم انت حاسب قبل لا ما اجلس ولا انت حاسب كيف بس لو طالع نهار اسير اغنم قهوه مالا مالك الرجال مالكم على الرجال مالكم طيرت توبه مالكم يلا جاك بوخيرة اخوته جاك مو قلت اقول تو بو في الفايده الرجال لقى ولده وامو لقاه وين لقيتوه لقيناه في السوق يتراهد هناك قام يتمشى من مكان لمكان هو هذا مو جايب لنا نهاية البيت مو جايب لنا وجايب ولد حمو يقول وين جالس بيتال يقول ايش بيتال؟ ايه اشرموه في ولده وين في بطن عوره يا بطن عوره اه وقلت له زين بطنه مو فيه اه قال وين تقي الصرعه وتحيصه بطنه قلنا ما يصير لا لا ما يصير كيف تحيصه بطنه وفي الصرعه ها سمعت انت بلات عليك ما ما اسمع لا لا ترى ولا حيصه بطنه ولا فعلا ما دام فيها الصرعه
عجب الدخاتر ما ينفع عنه. نعم الدخاتر ما يقدروا له صرعة ما صرعة. كيف ما يقدروا له يسموهم دخاتر؟ الدخاتر ما مالها النمونة، مالها اشياء غير، هاي صرعة وهاي مثل الحشد، ما حشد ما كذاك. هاي يا اولاد علامكم كنتوا. عمي خلف كيف ما تبصر له انت؟ ابصر له ما قال لي، ولو قال لي ببصر له. انا اعرفه ولده في حسد. صدقه؟ في عين. صدقه عقب صدقه. لو قال لي ببصر له وبصر حتى حال ابوه. انت اذا طلعت مرة ثانية ترى تشوف كيف دوك. ان شاء الله. لقيت ولدك؟ لقى فاضل بسوق السمك. اتمنى قلنا هذا فاضل، لكن تعال انا ابغى اسألك سؤال. تفضل اسأل. انت من هين؟ من خور الهند. خور الهند؟ هين كان؟ في الباطنة. مو باغي تجي هناك عندنا. يمكن. اعتقد خور الهند هذه فيها بني قطيط. هاي خور الهند كبر مطرح؟ عين يا مالان ويا فاضل، هاي ما كبر مطرح، هاي كم مطيرح كذاك. اظنتي هذه ما ولاية؟ وحتى ان كبر مطيرح بعد دي ولاية. الله يهديك يا فاضل. زين هاي المنطقة هذه بتقربها هي من الولايات؟ اولا الولاية هذه اللي فيها خور الهند من الباطنة. اي صدق صدق. نعم. مالان هاي حارة صغيرة اسمها خور الهند في الباطنة. وبعد بقول لك ما فيها خور الهند وبس. مو فيها؟ فيها قصبة آل بوسعيد، وفيها قصبة الحواسنة، وفيها صنع بني غافر، وفيها البديع، وكم وكم مثل ما قال مالان في الباطنة، وحويرة صغيرة هذه خور الهند. صدقك. أقول فاضول، الرجال ذاك ما ذهب نفسه بعده؟ جاهز من الساعة يحرصك، مجهز أغراضه. بس يحرصك أنت؟ عجب خبرك؟ إيه؟ قل له إني أنا ساير توكاك، ساير ساعة، وخلي بعد ساعة يلاقيني عند مسجد الخور. أقول صبر شوية. قبل يوم تصير تو الحينة ويوم ترجع إن شاء الله بالسلامة من هناك لا تنسى أبو وصيتك عليه. ولا يهمك ولا يهمك. يلا ما بنسى ان شاء الله. بس خليه رسله هناك. رسله خليه يمشي. يلا تمام. له خليه يمشي. ماله فداعة الله. مالان فداعة الله. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من